إسلام ما تلبسش دي روب سواري، هذاك علاش حابينها تشوف روحها في لوك جديد. تعدينا لجات كوتور وين تستنى فينا مدام كوثر لا ستيليست اللي تكونت في أكبر وأشهر لي ميزون دو لا مود في باريس. اون كرياسيون سور ميزور باش تحضر في جات كوتور للكانديدات نتاعنا إسلام. مدام سوسن قماتي لا ماكيوز باغ إكسيلونس في فيمينين باش تعلم إسلام كيفاش تماكياج وباش تستعمل اليوم ميك اب فور ايفر، اون مارك دو ماكياج فرونسيز بروفيسيونيل موجودة في أكثر من 60 بلاد في العالم وأكثر من 2200 بوان فونت. لي برودوي ميك اب فور ايفر يستعملوهم لي بروفيسيونيل والمغرومين بالميك اب. كاليتي إكسيبسيونيل تخلي الماكياج هذا يشد نهار كامل وما يتنحاش، والأهم برشا إنه يحافظ على البشرة. لي برودوي ميك اب فور ايفر ياسر بيغمونتي وعندهم حاجة سبيسيال زيدا واللي هي 50 ريفيرونس متاع فوندتان، يعني كيف تمشي للبوتيك تختار باش تلقى لونك بالضبط. في لي بوتيك ميك اب فور ايفر صحيح تلقى ان شوا كبير برشا متاع مكياج، لكن تلقى زيدا دي فورماسيون بروفيسيونيل ودي فورماسيون متاع اوتو مكياج للي حاب يتعلم يمكياج وحده. سوسن اسلام الكانديدات نتاعنا كان عندها برشا حب في وجهها، دونك الحمد لله اوغوزمون on a réglé ce problème. Le problème اللي قعد اللي عندها لي تراس نتاع الاكني نتاع الحب اللي كان في وجهها. دونك اليوم انت باش تقول لنا شنو هما لي برودوي اللي تنجم تستعملهم اسلام باش يخبيو لنا لي تراس نتاع الحبوب ويبدا عندها امبو ليس اكلاتونت سورتو. دونك اليوم باش نستعملوا لي برودوي ميك اب فور ايفر، انا من الاول باش نستعملوا السكين بوستر اللي هو يعطي برشا اكلا ويغذي هيدراتاسيون للبو، يكبس الوجه ونحينا هك لي ريدول معناتها تحت العينين ويهزنا شويه هكا الروغار. وباش نعملو كيف كيف لي بوستر كيما يخلي الشفايف مشقين ويخلينا لي ليفغ بلو بلو يهيدغاتي لي ليفغ فوالا، حتى كي تعمل روج ليفغ مات دونك ما يقعدوش هكا تشقيق فيهم. باهي دونك هذا هو سكين بوستر اسمه على جسمه دونك يبا بوستي لابو. فوالا دونك اسلام تحب تجرب انت كيفاش تستعملو؟ باهي اعطيني يدك حلها حلها On va réchauffer le produit et on va l'appliquer hakea. Voilà. Alors j'ai même hâte à t'atteindre. C'est des kiff kiff partout. Flo j'ai hâte. On va le rallier et chier. Aïe. Kiff kiff. On a les boosters. Donc ça hydrate les lèvres. Rallier hakea. دونك هذه نجمو حتى نستعملو بوحدو بيان سور تنجم سورتو في كولور مزيانة تحسها ناتوريل نتاع الشفايف. اون فيت سوسن اسلام ما تحبش تعمل فون دو تان على خاطر اشاك فوا تعمل فون دو تان تقول لي بعد ساعة ساعة ونص ساعتين الكولور نتاع الفون دو تان تتبدل، تمشي تولي لها تزرق شوية تولي غري، دونك هذاك علاش الي فيت. اسكو فما ان برودوي ولا دونك عنا الباز إكلا من ميك اب فور ايفر اللي هي هذي فوالا اللي هي بالنسبة للبو نتاع سلام بارفايت. هي ديجا هذي ديستيني بور لي بو فونسي، اما ما نعرفش اللي هي معناتها ما تخليش الفون دو تان يتبدل. انا نعرف اللي هي باز دو تان باش تعطي إكلا باش تعطي بريونس للوجه، خاطر باغ اكزومبل سامحني سوسن باش نقص عليك، مي انا باغ اكزومبل نستعمل هذي ونستعمل هذي باغ اكزومبل تعطي اكلا للبو اللي كيفي انا مات، فما هذي اللي اغمق مني بشويه وهذي باغ اكزومبل نوريسونت معناتها هذي تغذي البو. دونك كلهم في فوالا تعمل هيدراتاسيون، مي ما في باليش اللي معناتها نجم تخلي الفون دو تان ما يتبدلش لونه. بيان سور هذي لونها ديجا نشوف فيها اورانج، اي وحنا ديما نعرفوا الكوريكسيون اورانجي بالنسبه للبو سورتو اللي اسلام عندها دي تراس داكني معناتها عاطينا على الزروق، دونك احنا لورانج ديما يكسر لنا اللون الازرق. سي فغي ديما كي نتفرج في دي فيديو على يوتيوب يستعملوها حتى في لي سير لي سير نهوني لحظه لي ليفغ اي وي نابليكيو هكا ومن بعد نحطو الفون دو تان طول لا باش نزيدو نعملو باز لي سونت اون ميم تان بور لي بور ديلاتي. دونك نجمو نحطو دو باز دو تان فوق بعض بيان سور اي ميك اب فور ايفر تنجم تحط زوز ولا حتى اكثر من باز ليسانت قلت لي اي ستيب 1 باز ليسانت. دونك حط لي مره شويه يزيد اي سي بون هذوما يعملنا ديجا بارتي لي دو بارتي
مالا هذي نجمو نستعملو برشا مرات. اي يقعد برشا هذاك يشد. باهي هذاك اش نحبو احنا حاجتنا كان بلي برودوي اللي يشدو. بقل مصروف. باهي اون لابيك هكايا مروة. نقعدو هكايا ننزلو. حتى البرودوي يدخل بالكدا. ديجا لي بور ماش فيزيبل كيما قبيله معناتها كان جي ما عندهاش لي تراس نتاع لاكنيت نجم تخرج بيه وحده من غير فوندوتان انا لازم بطبيعه لا توا لازم حتى اللي نكملوا البيلينغ توا باش نعملوا فوندوتان باهي اوكي عندي مشكله اخرى اني ما نعرفش نختار الفوندوتان خاطر لازمك تجرب هذه مشكلة برشا بنات دونك في ميك اب فور ايفر عندنا 50 طنط دونك ما تستحقش حتى باش تعمل ميلونج دونك في المات فيلفت سكين معناتها عندنا 50 طنط نجيو نجربوا بين الرقبة وال صح نجربوا بين الرقبة سينو نجربوا اي لي 3 طنط هكايا الوسطانية احسن انا الوسطانية عجبتني Donc, il y a un fond de teint haute couvrance, donc couvrance totale. Donc, maktoub a houn yuqad 24 heures. Yuqad 24 heures. Waterproof, zéda. Zéda. Hatta ma almay, l'araq, kima nafou fissier, fia l'osset, ou... Hé, surtout, oui. Hatta le poudre, man s'haqouch, pshun hatou ma'a poudre. Tant mieux. Donc, baqa le produit, il tchiré. Ma'a make-up forever, on économise, ma'a. Donc, je vais prendre le 405. Je vais prendre le pinceau. Au camouflant, par l'heure, vous Tant de chauffe-eau qui fiche. Full coverage. Full coverage. C'est mal, je sais pas. شوفوا لو تان تاع اسلام هكا هوموجين دونك تغطاو لنا لي تراس نتاع لاكني اي مو بلوس لا كولور نتاع الفون دو تان ما تبدلتش اسلام ما تبدلتش ها هذه سي بون حفظت الريفيرونس تاعو باش نمشيو نعملو الكونتور قداش الريفيرونس 407 ولا 5 405 بي توا بنفس الباليت اللي اخترناها دونك خدمنا بها كان هي العينين ديجا بالباليت هذيا بالباليت هذيا غامض عينيك سلام دونك عملنا المارون خدمنا هذيا نجمو نخدمو بيزا دو كونتورينغ خدمنا الباز بالكولور بيج وكيف كيف عملنا الكوان دو لوي بالهايلايتر ليه معناتها كو ديموند لو بوبل مثلا نزيد تطلب اكثر من هكايا هو في ميك اب فور ايفر اللي نعرفو فما دي باليت تريو فيها 3 كولور بيان سور انت تختار لي كولور كيما تحب دونك فما باليت كيما هكايا اون تريو فيها 3 كولور دونك نجم تحط هايلايتر كونتورينغ وبلاش والا زاد فما المونو دونك فيها كولور واحده فما زاد ديو فيها دو كولور نجمو باغ اكزومبل فما بيت يحبوا البلاش يبدا دو كولور زاد يحبوا هكا بيش وروز ولا هكا مع حتى لو ميلونج زاد مزيان ديما يجي في البلاش وفما هذايا العباد اللي يموتوا على المكياج يحبوا برشا الوان برشا بايات مزيانين برشا تخي بيغمونتي هذا تعلم سلام نسرق في الصنعه هاي لازمك محلاها الكولور نتاع البلاش تعرفش هكا إفي بونين الكولور هذا شاشة دونك بنفس الباليت وبنفس الباليت كيف كيف شنعملو هايلايتر تخي بيغمونتي هذا تخي تخي بيغمونتي وشنو باش نعمل سليم روج على ليفغ توسا؟ باش نعمل حاجة نود على البيج هكايا باش نستعملو ليكويد مات من ميك اب بيان سور فور ايفر هي 109 محلاها زينة لافونتاج نتاع الروج ا ليفغ هذا اللي كيد بون انا باش نحكي على الاكسبيرونس نتاعي خاطر عندي منها الريفيرونس هذايا اللي هي 101 اللي هو سوبر هيدراتون ا باز دالو فيرا دونك ما يخليش الكشفيه في تشق وتقعد بيه نهار كامل تنجم تاكل حتى بيه حتى كي يتنحى يتنحى كانك معناتها دون فاسون ناتشوريل ما يتنحاش حتى لون شفيف فوالا فوالا سي سا معناتها ما يقعدش يسركلي مشقق مشقق ولا يلبز ولا ياسر ياسر ايدغاتون بالحق
احلاها الكولور. عجبتك؟ توا باش نعمل فيكساتور اللي يعطي برشا اكلا. و او ميم طون يبا فيكسي لو ماكياج. سورتو اللي احنا ما عملناش بودر واللي يعمل بودر زادا ينحيلو هاك ليفي بودرو مالو. ايه مال الفينيش نتاع الفون دو تان طياره. على الاخر. ما قعدش لك البيان. ما باش تحقينا بودر ولا. نجم تحل عينيك سلام. هذا هي مقبله على عينيك. ولا كيفاش تعملت؟ صحة اسلام احلى زينك. يعطيك الصحة ميرسي. من قلت ونقول والله بصراحة. ميرسي عايشة كيف فرحك كيما فرحتني. صحة. ميرسي مروة أوسي. صحة عزيزتي. بالحق فرحانة برشا 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 بالمكياج بكل شيء خاطر أنا في طبيعتي في العادة ما نستعملش مكياج جملة. حتى المكياج ديجا ما عادش عندي في الدار. نحس في راح تبدلت على الآخر. إيه والله. تعلمت كيفاش نختار الفون دو تان وانه يلزمني الباز دو تان باش ما يتبدلش كولور دو فون نتاعي وما يلزمنيش برشا برودويات باش يطلع المكياج مزيان. تعلمت بالكدي الله يعطيك الصحه. شانجمون كبير بين اسلام كيفاش كانت وكيفاش تبدلت. صحيح اليوم آخر نهار لينا مع إسلام، لكن باش تواصل الكانديدات متاعنا لسوا متاعها باش يرجع وجهها كيف ما يزم يكون وكيف ما هي تمنيت عمرها كامل. اليوم في ريجنسي تونيس هوتيل وين حسينا نفسية إسلام تحسنت برشا وين ارتاحت بالكدا. اليوم حضروا لزاكيب متاعنا إسلام باللوك جوغ أش أ لوك يشبهلها مثخم وكلاس فيه برشا إليغانس وفيانة. إسلام كانت ناقصتها شوية لهوة وترجع أحلى بنية على خاطر ما ناقصها حتى شيء. كل شيء فيها رائع وممكن أعز وأهم حاجة فيها هي قلبها الكبير. باش نكملوا فرحة إسلام بلوكها جديد جبنا لها سبيسيال مون ليلة من قفصة أمها وخوها اللي عندها أشهرة مرتهمش. صحة 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 بلاش بكاع شنو كان كيشوف صح صح تبدلت ولا لا؟ الحمد لله الحمد لله والله صح عايشك الحمد لله عايشك الله يحييك ربي يخليكم ليا ان شاء الله عايشك الله يخليك انت لينا زبي عايش بنتي عايش دموع فرحه يا دموع فرحه ولا وحشه وفرحه ووحشه والحمد لله والله عايش ظهر لكم قولوا لي ترى شنو اللي عجبكم شنو اللي تبدلت كومبليتمون سلام بالحق والله شنو هو سلام؟ لقيت ما تقول الحمد لله الحمد لله صفر الوجهة تنحتك الحمود الحمد لله يا ربي الحمد لله ربي خليهم هم بالحق فرحوا بها على الاخر يعطيهم الصحة يعطيهم الصحة يعني نشكرهم برشا 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 دكتور برمضان دكتورة ابراهيمي سنتر هيلث بيوتي سنتر الكل بصراحة الكلهم محليهم محليهم على الاخر تولوا بيا مش نورمال مازالوا ناس ما كملوش مازال ما كملوش بقدرة ربي ان شاء الله تو نكملوا ونكونوا خير واحسن من هكا ان شاء الله يعطيهم الصحة والله يفرحهم خير روحوك الله يفرحهم تبارك الله الحمد لله تبارك الله تبارك الله انا قلت لك صحة وتنحتك الحبوب بالوجه دعاء الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعطيكم الصحة والله يفرحكم الكل ان شاء الله يعطينا رايك انت قاعد مصدوم ثاني بدلتا يس شنو أكثر حاجة عجبتك؟ الوجه هي كل مصلي عني بيالي مش موالفين بيا اني انا نلبس هكا والا نعمل مكياج والا نبدل كولور شعري انطوكا موتيك هذيك اهم حاجه باهي تو باش نهزها باش نعاود ناخذها شوي باش نوريها لكم في لوك اخر اما قبل باش نعطيها لك هادو نتاعها دونك هذوما اللي استعملناهم في ميك اب فور ايفر لي برودوي الكل
وباش تورينا شطارتك كما يقول الراجل باش تورينا كيفاش تعلمت تمكيج ولا لا دونك هذوما لي برودوي من عند ميك اب فور ايفر عايش نشكرهم برشا برشا ميك اب فور ايفر ميرسي على الكادو ونعدهم اني نستعمل وبقدره ربي ان شاء الله نكون كليونت في ديل عندهم المهم تعلم واستعملهم ساعة بعد نحكي إن شاء الله وذي شي كادو من عند My Health and Beauty Center باش تكمل لي سوان نتاعك وباش تتلهي بروحك وباش الوجه يولي لي إن شاء الله ميرسي ميرسي وعندك زيد نسيت حاجة مهمة أنا اللي أبار المكياج من عند ميك أب فور إيفر عندك سيونس أوتو مكياج باش تزيد تتعلم باش توريهم بلوتو شنو تعلمت وزيدوا يعلموك حاجات اخرين هكاك انا بدي شير اللي انت تعلمت وبديت ماكيش عايشك ميرسي عايشك يعطيهم الصحه الكل ميرسي ميرسي بالحق فرحتوني على الاخر والله ربي يخليكم والله ربي يفرحكم الكل نمشي نبدلوا يلا وهذا لوك اسلام اون جات كوتور ما سبقش لاسلام انها لبست روبا سواغي وزيد ما كانتش تحب تمشي للمناسبات باش تهرب من تعاليق الناس لكن اسلام اليوم بثقتها اللي رجعت في روحها وبالمشاكل الصغار اللي كانوا عندها واللي تحلوا وما زالوا باش يزيدوا يتحسنوا اسلام ما عادش تخاف من نظره الناس والمواجهه باش تولي سلاحها اللي باش يقويها في حياتها صح رايك؟ لا محلا عايشك صحه مش رايك؟ عايشك صحه جبنا لك عروسه عايشك ان شاء الله ان شاء الله تفرح بيها يا ربي محلا شنو اللي عاجبك؟ كل شيء كل شيء والله يا بي حاجه بي وانت الحمد لله عندي ما تكلم تفرجوا زيك حلوه محلا عايشك عايشك عايش لي معطينا قول لنا ان شاء الله يا ربي تفرح بيها وتشوفها عروسه وسورتو ناجحه في حياتها كيف ما انت تحب وكيف ما هي تحب ان شاء الله عايش لي معطينا احكي لنا هكا على فرحانه على الاخر على الاخر على الاخر خاطر فرحتوني على الاخر بالحق الفرحه معاش لقي الكلام بالحق ما فهمش حتى كلام خاطر بالرسمي باش يعبر لي علي انا نحس فيه والله فرحتوني على الاخر حاجه البيه فيك اللي انت تبارك الله معناتها ريسبتيف تقبل تحب تتعلم تحب تقدم دونك هذيك حاجه بالحق واحد يقول بقدره ربي ان شاء الله اللي في بالك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عايشك يا مروه الله يخليك يا شيختي جاتي بصي اسلام بنية تونسية خيرت انها تبعد على عائلتها وتخدم خدمة شاقة بعيدة على اختصاص قرايتها باش ما تقعدش تتفرج في ظروف عائلتها والا تنقم على ظروف من غير ما تتحرك ومن غير ما تصنع من ضعف قوة. مثال اخر يدل على روعة المرأة التونسية اللي مهما كان عمرها تفك الفرص في الحياة. مغامرة اسلام معانا في السر اللي فيك صحيح مش باش تبدل لها حياتها الكل لكن على الأقل باش تعطيها نفس باش تكمل ودي غوسورس باش تواصل نضالها لحياة ما أفضل.